ما انا بقول اهو تامر حسني تامر بلاش ايوه ما انا بقول لك كل الحاجات تامر حبيبي وحبيبي انا كمان على فكره وبالعكس هو يعني ما قدمه تامر حسني في الفتره الاخيره بيخليه يجب كل شيء فنان محترم جميل انا بحترمه بيقدم الفن جميل بيلم الشباب الصغيرين حواليه بفن رائع وتحيه مني كبيره ليه عظيم استمر غالبيه الناس دي ما عملوش ما ادوش الخدمه العسكريه فاللي هو يعني حتى فيهم ناس يمكن لحد قريب جدا اسماء بقت معروفه انما هو متهرب من خدمه الوطنيه يعني يمكن لا يغفر لتامر حسني ولرامي صبري ولغيرهم ان هم قضوا العقوبه فلذلك نحن تقبلنا ولكن من لم يقضي العقوبه بتاعت التهرب من التجنيد هو ما جابش ورقه اصلا ان هو هو بيمارس ما بلغ عنه ده يا باشا هو انا عشان كده عايز استاذ سعد يقول لنا اسماء معينه يا سعد لو سمح ايوه يا ريت مين اللي قدم ومين اللي قدم ورق مصور ومين اللي طلع من مسجل خطر ومين اللي القايمه في ورق عشان بيخش عندي على المكتب ايوه يا عم كابتن تسعين ايوه مسلم ما جابش ورق ومتهرب من التجنيد وسنه سن تجنيد مسلم يعني مسلم بس هو الوقت ده شكله حلو نسمع استاذ احمد عنبة لا مش مهم الميكروفون هو بسم الله ما شاء الله صوته جاي عنبة جايب شهادة مصورة انه مقيد في معهد ومؤجل تجنيده وهو مش مؤجل شهادة مصورة الكلام ده على مسؤوليتك الكلام ده على مسؤوليتي فعلا احنا بعتنا مستند للمعهد تسأله المستند ده سليم ولا مش سليم المعهد رد علينا وقال المستند مش سليم ليه ما بتاعش اسمه نعم في ورقه كان ناقص فيها اسمه وتعدلت ورقه جديده ودي كانت في غلطه بتاعت الكمبيوتر ليه تحط اسم عادل شكل عن عادل شكل انت نفس عادل شكل انا بطلع لا بس حضرتك بس حاجه مش حضرتك عشان انت الاسماء دي احنا يعني حابين ان احنا نسال الفنان تمام اولا انا الاسماء رجعتها طب ممكن تاخد مايك بس عشان الناس احنا سامعينك انت بتتكلم بالتحديد على عادل شكل عرف نفسك من فضلك افتح يا حبيبي المايك انت اتفضل سامع حضرتك طيب كده فاتح مع حضرتك عبد الله نبيل صحفي في جريده فيتو اهلا يا عبد الله اهلا بحضرتك اولا انا راجعت الاسماء كلها بالنص لان انا شغال في فيتو ما يقرب من 8 سنين حافظ كل المطربين بتاع المهرجانات والمطربين الشعبيين تمام رقم واحد عادل شكل هو مكتوب في